السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي النهاردة إن شاء الله هنراجع الجيومتري، هنحل امتحان محافظات جيومتري تاني. ماشي، زي ما قلنا في امتحان الجيومتري السؤال بتاع التشوز يعتبر ممكن يبقى أصعب سؤال بالنسبة لك في الامتحان. ليه؟ في حاجات محتاج إنك ترسم فيها عشان تطلع الأنسر. ما باخدش الحاجات بالشبه، لا، الحاجة دي محتاج إن أنا أرسم لها، أرسم. قال لي سايكل كواد، أرسم سايكل كواد. قال لي سيركل، أرسم سيركل. خلاص ماشي تمام. نبتدي. question number 1 بيقول لي x y z is triangle. خلاص نرسم x y z triangle. triangle بيقول لي d is midpoint of x y. يبقى هنا في بوينت d midpoint. يعني ايه midpoint؟ يعني ده equal مع ده. تمام. وبيقول لي ال e is midpoint لل x y لل x z. هنا في اي ميد بوينت، يبقى ده ايكوال مع ده. بيقول لي يبقى ذن الدي اي اللي هو اللاين ده ايكوال نقط من الواي زد، هيبقى ايكوال ايه؟ لا، هتبقى 1 اوفر 4، 1 اوفر 3، 1 اوفر 2 و2. طبعا دي الحاجات دي تراكميه، احنا اخدناها في بريب 1. كان بيجي يقول لي the line segment joining between two midpoint، ده line segment اللي عندي joining between two midpoint اللي هي point D midpoint والpoint A midpoint. line segment ده اللينس بتاعه بيبقى قد ايه من الزد واي؟ هاف. تمام، هيكون هاف. خلاص يبقى هتكون هاف. طيب لو قال لي الزد واي ايكوال نقط من الاي دي، يعني لو جاب لي الريشيو كده قال لي الزد واي ايكوال نقط من الدي اي، هتبقى توايس. ماشي، هتبقى توايس من، عشان ده صغير وده الكبير. السؤال اللي بعده بيقول لي ذا دايمتر از نقط باسنج ثرو ذا سنتر اوف ذا سيركل. ده الديفينيشن للدايمتر. الدايمتر ده بيبقى عباره عن ايه؟ ستريت لاين ولا ري ولا تانجنت ولا كورد؟ تمام، هتبقى كورد. الستريت لاين ده، الستريت لاين ده بيعدي السيركل. ستريت لاين باسس ثرو ذا سنتر، يبقى ده ما اسموش دايمتر. امال ده هيكون اسمه ايه يا مستر؟ ده هيبقى اكسس اوف سيمتري. خلاص. بالنسبه للري ده ما بيكونش ليه ستارت بوينت، بس ما بيكونش ليه اند بوينت، بس بيكون ليه ستارت بوينت. التانجنت ده احنا عارفين ان التانجنت ده بيبقى عباره عن لاين سيجمنت تاتش ذا سيركل ات وان بوينت، وتبقى الانجل دي هتبقى 90. يبقى اساسا التانجنت ده استحاله ان هو يمر بمين؟ بالسنتر. يبقى طبعا هو الكورد. ودايما بيجي يقول لي، والحاجات دي يعني نعرفها من واحنا صغيرين في برايمري، بيجي يقول لي the longest chord of the circle is نقط، اللي هو هيكون الدايمتر. اكبر كورد في السيركل عندي هيكون الدايمتر. ازاي؟ انا عندي دي سيركل، ده كورد، ده كورد، ده كورد، ده كورد، ده كورد، ده 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 اكبر كورد عندي اللي هلاقيه بيمر بالسنتر، وده هيكون الدايمتر عندي. تمام، بيبتدي بالصغير وينتهي برضو بالصغير. خلاص، يبقى الدايمتر ده بيبقى عباره عن كورد بس ثرو ذا سنتر اوف ذا سيركل. طيب نمبر 3 بيقول لي اف ذا سيركمفرنس اوف ا سيركل از 18 باي سنتيمتر، يبقى ذن اتس راديوس. طيب هو هنا اداني السيركمفرنس ب 18 باي. على طول اول ما يديني سواء سيركمفرنس او اريا بنروح نعملها ايكويشن عشان نجيب الراديوس. ايه قانون السيركمفرنس؟ 2 باي الار. يبقى 2 باي الار ايكوال 18 باي. هنعملها طبعا ايكويشن، كنسل الباي مع الباي، هتبقى 2 راديوس ايكوال 18. محتاجين نجيب الراديوس بس، هتبقى 18 ديفايدد 2، يبقى الراديوس عندي ايكوال 9. نشوف بقى هو طالب ايه. هو طالب مني لينس اوف راديوس، خلاص هيطلع عندي بال 9. تمام ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر اداني اي بي سي دي اللي هو الشكل اللي قدامي ده سايكل كواد. تمام، ماله بقى السايكل كواد ده؟ السايكل كواد اتش 2
اخذنا طبعا ان ده في السايكل الكوار البروبرتيز بتاعته او الكيس بتاعته ان اتش2 اوبوزيت انجل ار سبلمنتري. يعني ايه سبلمنتري؟ يعني السام ايكوال 180. نمبر 2 ان التو انجل اللي هي زي الانسكرايب كده درون اون ذا سيم سايد، يعني هما الاثنين مرسومين في نفس الناحيه اوبوزيت تو ذا سيم سايد، الاثنين قصاد نفس السايد يكونوا هما الاثنين ار ايكوال. تمام، اداني الانجل دي 6 يبقى الانجل دي برضه هتبقى 6. طب تعال نشوف هو طالب مين. طالب مني ميجر بي دي سي، بي دي سي طالب مني الانجل دي، يبقى الانجل دي هتكون ب 6 ديجري. تمام، اللي بعد بيقول لي ذا اريا اوف ترانجل ويتش ذا لينث بيز از 9 سنتيمتر. يعني هو اداني ترانجل البيز بتاعته ب 9 والهايت 12. هنا طالب مني اريا اوف ترانجل، ايه قانون الاريا اوف ترانجل؟ تمام، هاف الاريا اوف ترانجل هتكون هاف باي بيز باي هايت، يعني هاف باي البيز اللي هي 9 والهايت 12 تطلع 54. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي الاي سي از ديامتر، واداني الام طبعا هتبقى هي السنتر، طالب مني ميجر انجل ايه اللي هي دي. طبعا عندي الترانجل ده، الترانجل ده 180. تمام، السم بتاعه 180. ميجر انجل سي ايكوال 30. عشان نجيب ميجر انجل، علشان نجيب ميجر انجل ايه لازم اعرف ميجر انجل بي. ميجر انجل بي هتبقى بكام؟ لازم اجيبها الاول عشان اعمل 180. تمام، في ناس هنا عندي بتقول 60، ليه 60؟ طيب حد عنده اجابه؟ هو اداني ميجر انجل سي ايكوال 30، ميجر انجل بي هتبقى 90 علشان ديامتر، ده ديامتر. تمام، يبقى دي هتبقى 180، يبقى دي هتبقى 90. ماشي تمام، يبقى ذا انسكرايبد انجل في نوت اخذناها في الجيومتري، ذا انسكرايبد انجل درون ان اسمي سيركل مرسومه في نص سيركل، اول ما نلاقي الدايمتر على طول دايما الانجل اللي قصاد الدايمتر بتبقى 90 ديجري. خلاص يبقى ميجر انجل بي دي هتبقى 90. احنا محتاجين نجيب ميجر انجل ايه، يبقى هتبقى 180 ماينس 30 ماينس 90 هتبقى ايكوال 60 ديجري. ماشي كده خلصنا كويستشن نمبر 1. في حد عنده اي كومنت او حاجه؟ تمام، السؤال اللي بعده نمبر 2 ايه، اداني 2 سيركل انترسكتنج واداني ميجر انجل سي ايكوال 40 والميجر انجل ان ايكوال 140 والاي بي انترسكت الام ان ات الاي. بيقول لي بروف ان السي دي از تانجنت. قلنا قبل كده ان التانجنت ده اقدر اثبته ازاي؟ عندي حاجتين. تمام، دي اول حاله ان طبعا يكون الانجل اللي بين الدايمتر او الراديوس مع التانجنت تبقى 90. ماشي، ايه الكيس الثانيه او ايه الحاله الثانيه اللي اقدر اثبت فيها ان الستريت لاين ده تانجنت؟ كانت في اخر درس في المنهج اللي هي كانت على عباره عن ايه، ان التانجنسي انجل ايكوال مع الانسكرايبد انجل اللي هم الاثنين سبتندد باي ذا سيم ارك، لما يكون هم الاثنين بيبصوا على نفس الارك، ان التانجنسي انجل ايكوال الانسكرايب. طيب هنا فين التانجنسي انجل؟ ما فيش تانجنسي انجل اساسا في الرسمه، ده تانجنت وده راديوس. طبعا التانجنسي انجل دي احنا قلنا دي بتبقى عباره عن انجل انكلودد بتوين تانجنت اند كورد، الانجل اللي بين التانجنت والكورد يبقى دي اسمها تانجنسي انجل. تمام، دي اي دي اي سي ام ان سايكل كواد، اثبت لي ان هي سايكل كواد ليه؟ تمام ماشي، الناس اللي معايا بيقول لي ان ده هيكونوا سايكل كواد، بس دي مش فكرتنا، وعايز اثبت ان دي تانجنت. ماشي، اثبت ان دي تانجنت. احنا دلوقتي قلنا ان دي مفيش تانجنس انجل، يبقى انا دلوقتي محتاج اثبت ان الانجل اللي بين الراديوس والتانجنت ايكوال 90، يعني محتاج اثبت ان ميجر سي دي ان از 90. مش انا هقولها ان هي 90، لا انا محتاج اثبت ان هي 90.
ليه 90؟ ليه ميجر انجل بي واحد هنا بيقول لي ان ميجر انجل بي اي ان ايكوال 90؟ ليه هتبقى 90؟ لا بيبقى في كلمه كده لازم تقولها يبقى ذن دي 90. لا لا لازم اقول كلمه هنا قبل ما اقول له ايه السبب ان يكون ميجر بي اي ان ايكوال 90. الـ AB is common chord. لازم يقول، لازم تقول ان الـ AB common chord. قلت ان الـ AB common chord خلاص يبقى الـ BE equal EA، يبقى خلاص ده يتقسم لنصين قد بعض، وكمان الميجر انجل دي هتبقى 90، وبعدين نستخدم 360 minus هيديني الميجر انجل دي equal 90. هرسمها عشان نكتب البروف بتاعها كامل. تمام، اول حاجه اقول له سنس من السيرك، ام وان ار انترسكتنج. على طول كده في حاله الانترسكتنج يبقى ذن هيظهر عندي يبقى الاي بي اس كومن كود. اول ما كتبت كومن كود اعرف على طول ان فيه 90، يبقى then A يبقى الـ A E N هتبقى equal 90، يبقى ده هتبقى 90. وهقول له since C E N D is quadrilateral، على طول كده يبقى الصم بتاعت الانتينير انجل للكوادريلاترال ايكوال 360، يبقى ذن ميجر انجل سي دي ان تبقى ايكوال 360 ماينس ال 90 وال 140 وماينس ال 40 هتبقى ايكوال 90 ديجري. بس خلاص اثبتنا ان الانجل دي 90، يبقى ذن السي دي از تانجنت. ماشي كده خلصنا سؤال 2A. كده خلصنا 2A، نخش على 2B. 2B اداني ان الـ ABCD، سنس ان ABCD از ريكتانجل. معنى كلمة ريكتانجل اللي هو الدهاني، ايه البروبرتيز اللي كانت بتبقى موجودة في الريكتانجل؟ ان الاول انتيريور انجل ايكوال 90، يعني انجل اي 90 وبي وسي ودي، ودي هو طبعا الدهاني. نمبر 2 ان اتش 2 اوبوزيت سايدز ار ايكوال، يعني السايد دي سي ايكوال السايد اي بي، الاثنين ايكوال لبعض، والسايد اي دي اللينس بتاعه ايكوال سايد بي سي، يبقى انا عندي الدي سي ايكوال اي بي. تمام، يبقى ده ايكوال مع ده. ماشي، وهو اداني ان السايد سي اي اللي هو ده ايكوال السايد بي سي. محتاج اثبت ان الاي اي ايكوال البي سي. اي اي ايكوال بي سي، اثبتها ازاي؟ طبعا الاثنين دول ماشي، الاثنين دول تو كورد ماشي، الاي اي والبي سي كورد في السيركل. علشان اثبت ان الاي اي ايكوال البي سي محتاج اثبت ان الارك ده من اول الاي لحد الاي ايكوال الارك ده من اول البي لحد السي. محتاج اثبت ان الارك ده والارك ده ايكوال عشان اثبت ان الكورد ده والكورد ده ايكوال. اثبتها ازاي؟ الدي ايكوال 90. تمام ماشي تمام. طيب
ماشي. في ناس هنا بتقول لي ان الانجل ب 90 ميجر انجل دي او ايه بي سي. هو هنا ال 90 مش هستفيد بيها غير ان هو قال لي ان الشكل ده ريكتانجل. هو هنا محتاج يثبت سايد، تمام، محتاج يثبت ان السايد ايكول. فانت شغلك كله اللي محتاج عشان تثبت الكورد ايكوال، محتاج تثبت ان الارك ايكوال. فانا شغلي كله هنا هيبقى على الارك ان هو هيكون ايكوال. فانا هبتدي اركز اكتر على السايد. هو اداني ان الاي بي، الاي بي السايد اي بي ايكوال دي سي، انا جبتها عشان ريكتانجل. وهو اداني ان الدي اي ايكوال مع الدي سي، هو اداني ان السايد دي سي ايكوال مع السي اي، والاي بي ايكوال مع الدي سي. اعمل ايه؟ طيب هو اداني السايد دي سي والسي اي ايكوال، تمام، واحنا جبنا ان الاي بي ايكوال مع الدي سي، يبقى دلوقتي الاي بي والدي سي والسي اي ايكوال. انا المهمين عندي الاي بي والسي اي، ده ايكوال مع ده، يبقى الارك اي بي ايكوال الارك سي اي. مش السايد اي بي والسايد سي اي ايكوال؟ يبقى الارك اي بي ايكوال الارك سي اي، تمام. باي ادنج الارك ده ليهم هما الاثنين، يعني انا الاول جبت ان الارك اي بي ده ايكوال الارك سي اي ده، لكن انا اللي عايز اثبته محتاج اخد البي اي سي كله، يعني محتاج ازود اللي هو الجزء ده اللي هو البي اي، تمام. ونفس الحوار في الناحيه الثانيه، علشان اثبت الاي اي كله يبقى انا محتاج اخد الارك ده كله، يبقى برضه محتاج ازود دي. يبقى الارك اي بي ده هنزود لهم هما الاثنين، يعني ده بلس ده يبقى انا كده اخدت ده كله، وده بلس ده يبقى انا اخدت ده كله، يبقى دلوقتي زين ده ايكوال مع ده. خلاص يبقى انا محتاج ازود الارك اللي هو بي اي ليهم هما الاثنين، يبقى انا كده اثبت ان ده ايه. تاني السايد ده ايكوال السايد ده، يبقى الارك ده ايكوال الارك ده. انا علشان اثبت السي بي يبقى لازم اخد الارك ده كله، يبقى انا محتاج ازود دي، فدي برضو محتاجها مع الناحيه الثانيه اللي هي الاي بي. يبقى الارك ده كله ايكوال الارك ده، يبقى زين السايد ده والسايد ده هيبقوا ايه. ماشي. نرسمها ونكتب البروف بتاعها. اقول له سنس ان ال A B C D S ريكتانجل، يبقى ذن ال A B ايكوال مع ال D C، تمام. يبقى ذن ميجر الارك A B ايكوال ميجر الارك D C، ده انا بره. وسنس انت اديت ان الدي سي ايكوال مع السي اي، تمام، واقول له باي اد الارك بي اي، يبقى اذا ميجر الارك اي بي اي ايكوال ميجر الارك سي اي بي. يبقى ذا اللاين اي اي ايكوال مع البي سي. نشوف السؤال اللي بعده. كده خلصنا 2A و2B، هنخش على 3A. بيقول لي ستيت تو كيسز اوف سايكليك كويل. عايزين نجيب تو كيسز اوف سايكليك كويل. ايه هم الكيسز اوف سايكليك كويل؟ تمام. H2 opposite angle R supplementary، تمام. The exterior angle equal to interior angle opposite to its adjacent. Number 3
احنا هنجيبهم كلهم. نمبر 3 هيبقى التو ديسكرايب الانجل اوبوزيت تو ذا سيم سارك سيم سايد ار ايكوال. نمبر 4 الفيرتيسيز اوف كوادريلاتيرال ار ايكو ديستانت فروم جيفن بوينت. هكتبهم لهم الاربعه. السؤال ده طبعا بيتكرر كتير عندي كيسز. سايكل الكواد نمبر 1 H2 اوبز انجل ار سبلمنتري نمبر 2 ذا ميجر اوف اكستيريور انجل ايكوال ميجر اوف انتيريور انجل اوبزيت تو اتس ادجسنت نمبر 3 2 انجل درون اون اسايد اوبوزيت 2 ذا سيم سايد او ايكوال نمبر 4 فيرتيسيز of quadrilateral or equidistant from given point. تمام؟ يبقى انا عندي دول 4 cases of cyclic quad. سؤال طبعا بيتكرر كتير عندي في الامتحانات، بيقول لي write 2 cases of cyclic quad. بيتكرر كتير في الامتحانات، واقل في الامتحانات هيشوف. السؤال اللي بعده بيقول لي ان الاكس زد والاكس واي تانجنت واداني ميجر اي دي زد ايكوال 115. محتاج اثبت ان الزد اي ايكوال زد واي. ماشي اتفضل. تمام. اول حاجه طبعا ان الاكس زد والاكس واي تانجنت يبقى ده وده ايكوال على طول. تمام. اجيب 180 ماينس ال 50 ديفايدد 2 عشان نجيب ميجر انجل زد وميجر انجل واي، يبقى هتبقى 65 ودي هتبقى 65. تمام. على طول اول ما الاقي الشكل ده يبقى في حاجه ثانيه بتكلم عليها اللي هي ايه؟ قلنا اول ما نلاقي الشكل ده على طول يبقى الانجل دي والانجل دي والانجل دي ايكوال، بيبقى 3 انجل ايكوال في نفس الوقت. الزد والواي والاي. تمام. ليه؟ ليه ايكوال بقى؟ يعني الانجل دي برضه هتبقى 65. لا مش محتاج دي. لا بص هنعمل ايه؟ اولا الانجل دي اللي هي اكس زد واي، الانجل دي تانجنسي انجل، واحنا قلنا ان التانجنسي انجل ايكوال مع الانسكرايب الانجل اوبزيت تو ذا سيم سايد اوبزيت تو ذا سيم ارك، يعني الانجل دي والانجل دي هيكونوا ايكوال، يبقى دي برضه هتبقى 65. طيب كده انا جبت اول ستيب، يبقى اول ما نلاقي الشكل ده على طول يبقى ميجر انجل اكس زد واي ايكوال ميجر اكس واي زد ايكوال ميجر انجل اي ايكوال 65. برافو شاطر. يبقى الحاجه الثانيه اللي في السؤال ان زد دي اي واي الشكل ده طبعا كوادريلاتر مرسوم جوه سيركل، يبقى ده هيكون سايكل الكواد. هنروح نجيب ميجر انجل واي، ميجر انجل واي ده هنجيبها 108 ماينس 115 هتبقى 65، يبقى الانجل دي هتبقى 50. هو طبعا محتاج يثبت ان الزد اي ايكوال زد واي، طبعا عشان ميجر انجل اي وميجر انجل زد ايكوال، دي ودي هيكونوا ايكوال فين؟ اه الانجل ميجر انجل واي وميجر انجل اي ايكوال، يبقى السايد ده والسايد ده ايكوال، وده اللي هو ايه محتاجه في السؤال. ميجر ايه؟ اه
دي تانجنسي انجل، دايما التانجنسي انجل ايكوال معناها الاسكرايبد اللي بتبص معاها نفس الارك. الارك اللي هو زد واي ده في اخر الدرس بوينت مهمه جدا في الدرس، دي سيرم عليها اساسا، تمام؟ ان التانجنسي انجل ايكوال للانسكرايبد انجل لما يكون هما الاثنين اوبزيت نفس الارك. خلاص؟ طيب نرجع نرسم السؤال ده. طبعا الرسمة مش مظبوطة قوي، بس على قد ما نقدر نطلع نفس الشكل. هبدأ الأول حاجة وأقول له سنس إن إكس زد وإكس واي آر تانجنت، يبقى اذا اكس زد هتبقى ايكوال اكس 1. خلاص يبقى الاثنين دول كده هيكونوا ايه؟ ايكوال. يبقى اذا ميجر اكس زد واي ايكوال ميجر اكس واي زد تبقى ايكوال 180 ماينس 50 ديفايدد 2 تطلع 65 ديجري. وهنقول له سنس ان انجل اكس زد واي as tangency angle. تمام؟ يبقى then measure angle x z y equal measure x y z equal measure z e y z e y هتبقى equal 65 degree. ده أول جزء في السؤال. تاني جزء بقى هنشتغل على cyclic coil. هنقول له sense إن z d e y cyclic coil. هنجيب الانجل الاوبزيت يبقى زين ميجر انجل z y e 180 minus 115 equal 65 ديجري. بس اقول يبقى زين احنا جبنا ان ميجر انجل z y e equal مع ميجر z e y التو انجل ايكوال، يبقى على طول التو سايرس اللي هو عايزه هيبقى ايه؟ يبقى ذن الزد اي ايكوال الزد واي. ماشي؟ وده السؤال نمبر 3 بي. نخش على السؤال اللي بعده. نخش على 4 اي. 4 اي جايب لي ان الاي بي سي ده از ترانجل، تمام؟ واداني ميجر انجل سي ايكوال ميجر انجل بي، واداني ان ميجر انجل اكس ما ادانيش ميجر انجل اكس بس قال لي ان الاي اكس ايكوال اكس بي، واداني ميجر انجل واي ايكوال 90. بروف ذات محتاجين نثبت ان ام واي ايكوال ام اكس، ام واي ايكوال ام اكس. عشان اثبت ام واي ايكوال ام اكس محتاج شرطين مهمين جدا. ايه الشرطين دول؟ تمام. اول بوينت عندي طبعا هستف السؤال ان هو اداني ان الاكس از ميد بوينت للايه؟ بي. الاكس ميد بوينت على طول دايركت يبقى لازم احط 90. يبقى ذن ميجر ام اكس اي ايكوال 90 ديجري. خلاص يبقى انا كده عندي دي 90 ودي 90. تمام كده خلصنا ايه؟ طبعا والناحيه الثانيه الواي ادهاني 90 يبقى برضه هتكون ميد بوينت. خلاص يبقى اول لو اداني ميد بوينت بكتب ال 90، لو اداني 90 بكتب ميد بوينت. انا كده جبت اول شرط في البروف بتاعي. محتاج شرط كمان عشان اثبت ان الام اكس والام واي ار اي. تمام ان السايد اي بي ايكوال السايد اي سي. ليه السايد اي بي والسايد اي سي ايكوال؟ تمام اداني ان ميجر انجل بي وميجر انجل سي الاثنين دول ايكوال. لما يكونوا التو انجل دول ايكوال يبقى التو سايد اي بي واي سي برضه هيكونوا ايكوال. يبقى انا كده جبت الشرطين اللي عندي اللي هي الاكس والواي ميد بوينت، يبقى على طول هيكون في انجل 90. ده اول شرط. تمام. تاني حاجه ان الاي بي ايكوال اي سي، الشرطين دول جبتهم في السؤال
خلاص يبقى then الاكس والواي هيكونوا ار equidistant from the center m، يعني الام اكس والام واي هيكونوا ار ايكو. هرسم السؤال واكتب البروف بتاعه. أول حاجة نقول له سنس، سنس إن الـ A B C as triangle، تمام؟ هقول له سنس إن الـ X point للـ A B، يبقى ده measure M X A هتبقى equal 90 degree. أقول له since إن M Y A measure دي equal 90 degree، يبقى على طول then Y B is midpoint لل A C، تمام؟ وأقول له since إن measure أنجل B equal لمدر أنجل C، يبقى then الـ AB equal مع الـ AC. كده ده الشرط، ده كده الشرط الأول، وده الشرط الثاني، يبقى على طول then إن الـ MX equal MY. ده اللي هو طالبه عندنا. السؤال ده نمبر 48. طيب نشوف السؤال اللي بعده 4B. 4B اداني ان ميجر انجل اكس ايكوال 40 ديجري، واداني ان الاكس اوتسايد، تمام الاكس دي موجوده اوتسايد ذا سيركل، والاكس واي از تانجنت، تمام اداني اكس واي از تانجنت ات ذا سيركل، والام اكس ده انترسكت السيركل ات السي، بيقول لي فايند ميجر واي دي سي، واي دي سي اللي هي الانجل دي، محتاج الانجل دي اللي احنا عايزين نعرفها. اجيبها ازاي او اشتغل ازاي؟ ميجر انجل واي، واي اللي هي ايه؟ اكس واي ام 90، غلط، اكس واي ام 90. اه ليه 90؟ طيب تمام تمام علشان تانجنت، ماشي. وفي حاجه تاني برضه هتكون 90، عشان هو اداني ان السي دي دامتر، تمام السي دي دامتر، يبقى برضه في انجل 90. مين هي الانجل ال 90؟ طيب سيبنا من البوينت دي، سيبنا من البوينت دي، خلينا في ميجر انجل واي اللي هي اكس واي ام في الترانجل ده اللي هو بره، تمام دي هتبقى 90 علشان ده تانجنت، وام اكس ام واي از راديوس. طيب وبعدين واي ام اكس هتبقى 50، يبقى الانجل دي برضه هتبقى 50. ليه 50؟ 180 ماينس 40 و90، تمام. يبقى احنا كده جبنا ان ميجر انجل واي دي، ميجر انجل واي دي هتبقى 90 علشان ده دامتر، وعملنا 180 ماينس ال 40 وال90 هتطلع الانجل دي 50. وبعدين يبقى واي ام دي، طبعا الانجل دي 50، يبقى الباقي بتاعها اللي هو الناحيه الثانيه يبقى 180 ماينس 50 هتبقى 130، ماشي. وبعدين يبقى احنا كده وصلنا ان ميجر واي ام دي ايكوال 130. محتاج اجيب ميجر انجل ام واي دي وميجر انجل ام دي واي، لو جبت واحده هقدر اجيب الثانيه. هنجيبها ازاي؟
تمام، انا عندي الام واي، عندي ام واي ايكوال ام دي ايكوال راديوس، يبقى الانجل دي والانجل دي هيكونوا هما الاثنين ايكوال. تمام، هنجيبها ازاي؟ 180 ماينس 130 ديفايدد 2. نروح نرسم الرسمه بطريقه اكبر. ده سيركل، اداني ده دايمتر، واداني ده تانجنت. تمام، وهنا الام، هنا دي ده ستريت لاين، والانجل دي 40، واداني ام واي، وهنا واي دي. ماشي، وهنا ام واي ودي، وهنا هتبقى اكس. ماشي، يلا اول حاجه هقول له سنس ان الاكس واي ده از تانجنت، وذن الام واي برضه هيكون ده راديوس، يبقى لازم اعرفه على الاثنين. تمام، يبقى ذن بيجر انجل ام واي اكس هتبقى ايكوال 90 ديجري، الانجل دي هتبقى 90. خلاص انا كده جبتها ايه 90. هنروح نجيب ميجر الانجل واي ام اكس، يبقى ذن ميجر الانجل واي ام اكس هتبقى ايكوال 180 ماينس 40 ماينس 90 هتبقى ايكوال 50 ديجري. يبقى دلوقتي جبت ان الانجل دي هتكون 50. هنروح نجيب الانجل اللي جنبها، طبعا 180 ماينس، يبقى ده ميجر انجل واي ام دي هتبقى 180 ماينس 50 ايكوال 130، يبقى الانجل دي هتبقى 130. طيب احنا جبنا ان الام واي والام دي ايكوال علشان راديوس، سنس ان ام واي ايكوال ام دي هما الاثنين ايكوال راديوس، يبقى الانجل ام واي دي ايكوال ميجر، يبقى ذن ميجر انجل ام واي دي ايكوال ما ميجر ام دي واي هتبقى 180 ماينس 130 ديفايدد 2. تمام، هتبقى ايكوال twenty five. يبقى then measure the angle اللي انت محتاجها واي دي ام تبقى equal 25 degree. ماشي، طيب نشوف السؤال اللي بعده. كده خلصنا، هنخش على 5a. السؤال اللي بعده سؤال نمبر 5A. سؤال نمبر 5A اداني ان ميجر دي اي بي، الانجل دي اي بي كلها 130، واداني الانجل دي 65، واداني ان السي اي ايكوال سي بي. محتاج اثبت ان الاي دي از تانجنت. احنا لسه قايلين ايه الكيسز اللي عندي او ايه البروبرتيز للتانجنت اللي اقدر استخدمها عشان اقدر اثبته ان ده تانجنت. طيب قول كده بطريقه اوضح، قول الاوتسايد طيب يلا محتاج، طب نقول تاني السؤال، محتاج اثبت ان الاي دي تانجنت. الاي دي تانجنت هو اداني ميجر انجل اي كلها 130، واداني ميجر انجل بي 65. يلا محتاج اثبت ان الاي دي تانجنت. انا قلت عشان اثبت ان هو تانجنت يا اما نجيب الانجل بينه وبين الراديوس او الدايمتر ايكوال 90، وهنا اساسا هو ما رسمليش سيركل. يبقى في الحاله دي علشان اسهل على نفسي هشوف الترانجل اللي هو قال لي عليه اي بي سي، وهبدا ارسم سيركل كده بالنقط عشان اقدر احدد فين هي التانجنس انجل ومين هي الانسكرايبد ومين بيبص على مين. تمام، طبعا انا مش هقدر استخدم اي بروبرتي للسايكليك كوير عشان هو اساسا ده مش سايكليك كوير،
ده اللي موجود عندي ترينجل. السايكل كواد لازم يكون بيتكون من فور سايد. طيب هنجيبها ازاي دي دلوقتي؟ هو اداني ميجر انجل دي اي سي، دي اي سي اللي هي الانجل اي دي اداني كلها ب 130، واداني ان السي اي ايكوال سي بي السايد، واداني ميجر انجل سي اي بي ايكوال ميجر سي بي اي ايكوال 65. الانجل دي هنجيبها ازاي؟ طيب ابتدي ارسمها. اداني السايد ده والسايد ده ايكوال، هو محتاج يثبت ان ده تانجنت. اداني الانجل دي كلها 130، وهنا ايه؟ هنا دي، هنا بي، هنا سي، واداني الانجل دي 65. طيب هبدا اشتغل في الترينجل اي بي سي اللي هو اداهوني، ان الترينجل اي بي سي ده ايسوسيلس ترينجل عشان اداني السي اي والسي بي ايكوال. يبقى اول حاجه اكتبها له اقول له سنس ان الترينجل اي سي بي از ايسوسيلس ترينجل. ايسوسيلس ترينجل هو اداني ان الاي سي ايكوال مع السي بي، يبقى اذا الانجل دي والانجل دي هيكونوا ايكوال عشان ده ايسوسيلس ترينجل. يبقى الانجل اي اللي فوق اللي موجوده جوه الترينجل دي هتبقى 65 ديجري. يبقى اذا ميجر اي بي سي ايكوال ميجر سي اي بي هتبقى ايكوال 65 ديجري. تمام، هو اداني ان الانجل دي كلها 130، 130 ماينس 65 برافو هتطلع 65. تمام 180 ماينس 65 دي و 65 دي عشان نجيب ميجر انجل سي هتبقى 50. طيب انا دلوقتي جبت ايه؟ كل الانجل. هقول له يبقى ذن هقول له سنس الاول ان ميجر انجل دي اي بي ايكوال 130 ديجري. تمام، يبقى ذن هنجيب الانجل اللي فوق يبقى ميجر دي اي سي تبقى 130 ماينس 65 تطلع 65 ديجري، يبقى اللي فوق هتبقى 65. هنجيب ميجر انجل سي يبقى اذن ميجر انجل اي سي بي هتبقى 180 ماينس 65 ماينس 65 ايكوال 50 ديجري، يبقى الانجل دي هتكون ايه؟ هتكون 50. ماشي؟ تمام، عايزين بقى نثبت. انا دلوقتي جبت كل الانجل، محتاج اثبت ان الاي دي تانجنت. اثبتها ازاي؟ برافو عليك. لو انا جيت رسمت السيركل بالنقط عشان احدد مين هي التانجنس انجل، هنلاقي ان التانجنس انجل هي دي. مين الانسكرايبد انجل اللي بتبص معاها على نفس الارك او السايد اي سي اللي هي ميجر انجل دي. يبقى انا كده اثبتت ان الميجر انجل دي ايكوال لميجر انجل بي، يبقى كده ده تانجنت. هقول له سنس ان انجل دي اي سي ايكوال 65 ديجري، وهقول له سنس ان برضه عندي ميجر انجل بي هتبقى 65 ديجري. سنس ان هما الاثنين ايكوال، ايكوال ميجر انجل بي ايكوال 65، يبقى ذن الاي دي از تانجنت. تمام، وكده نكون خلصنا السؤال 5A. نخش على السؤال 5B. السؤال 5B، السؤال 5B بيقول لي ان ال ABC is triangle، ABC ده triangle، واداني ان ال BD ده tangent، واداني ان ال XY parallel مع ال BD. محتاج اثبت ان ال AXYC cyclic coil. AXYC cyclic coil. هنا اداني حاجتين هستخدمه. هطلع الحاجتين دول هتلاقي نفسك وصلت الانسر على طول. ايه الحاجتين دول؟ اول حاجة قال لك ان ال AB ال BD وال XY parallel. تاني حاجة ان ال BD parallel. تمام برافو. في واحد هنا بيقول لي ان في BD ده tangent. ماشي، يبقى على طول في ايه؟ تنجنسي انجل. في ايه؟ تنجنسي انجل. طيب
تانجنس انجل دي او تانجنت عموما، اول ما الاقي تانجنت في السؤال دماغي بتروح لفكرتين. ايه الفكره الاولى؟ ان لو في راديوس مع تانجنت يبقى الانجل دي هكتبها ب 90. تاني حاجه ان التانجنسي انجل ايكوال مع الانسكرايبد انجل اللي هما الاثنين سبتندد باي ذا سيم ار. طيب هنا ايه اللي موجود عندي في الرسمه؟ ما ادانيش سنتر اساسا، يبقى في الحاله دي ما فيش 90 بين الراديوس والتانجنت، خلاص ما ادانيش راديوس. البي سي عندي ده كورد، البي سي كورد مش دايمتر، لازم يكون مديك ده سنتر في النص عشان اقدر اعتبر ان ده دايمتر. طيب يبقى هنا هروح ادور فين هي التانجنس انجل اللي موجوده عندي في السيركل. مين التانجنس انجل؟ طول ما هو فيه اكيد ده تانجنت يبقى لازم يكون عندها تانجنس انجل. التانجنس انجل ده تبقى عباره عن ايه الديفينيشن بتاعها؟ تانجنس انجل دي ات از انجل، ده عباره عن انجل انكلودد بتوين، بتبقى موجوده بين تانجنت اند كورد. مين التانجنت والكورد اللي عندي؟ البي دي هو التانجنت. فين الكورد اللي موجود في السؤال؟ السي بي ده كورد، والاي بي برضو كورد، يعني التانجنس انجل هتبقى دي، هنكتبها مثلا بنمبر 1. خلاص يبقى انا عندي اللي هي الانجل دي بي اي دي تانجنس انجل. المفروض ان هي على حسب السيرم بيقول لي ان هي بتكون ايكوال للانسكرايبد انجل اللي هما الاثنين سبتندد باي ذا سيم ارك. فين هي الانسكرايبد انجل اللي بتبص على الارك للتانجنس انجل؟ طب فين الارك للتانجنس انجل؟ الاي بي. تمام، يبقى التانجنس انجل دي الارك بتاعها يكون اي بي. تمام، مين بقى الانسكرايبد انجل اللي بتبص على الارك؟ اي بي ميجر انجل سي. تمام خلاص، يبقى انا كده عندي ان ميجر انجل سي برضه سبتندد للارك اي بي، يبقى ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2. دي اول جزء في السؤال جبته، خلصنا منه كده. واحنا كده جبنا حوار التانجنت، فاضل لي البارلل. هو مديني البارلل، استفيد منه ايه البارلل؟ اجيب منه ايه البارلل؟ البي ايكوال واي. تمام، انا عندي ده البي دي والاكس واي بارلل، يبقى في حرف الزد اهو الترنيت انجل، يبقى ميجر انجل 1 دي مثلا خليها ميجر انجل، لا مش هتبقى 3، هتبقى ميجر انجل اكس. ميجر انجل اكس اللي هي اللي فوق، حرف الزد اهو الترنيت، يبقى ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 3. تمام برافو، يبقى كده على طول ان الفيجر اللي قدام اللي هو A X Y C سايكل كواد. ليه؟ علشان عندي ميجر انجل B X Y اللي هي ميجر انجل 3 تمام ايكوال ميجر انجل 2، ودي اكستيريور انجل. واحنا قلنا لو في الكيسز اوف سايكل كواد لو كان عندي الاكستيريور انجل ايكوال تو ذا انتيريور انجل اوبزيت تو اتس ادجسنت، يبقى دي هتبقى سايكل كواد. وفعلا دلوقتي يبقى ذا ميجر انجل 3 ايكوال لميجر انجل 2، يبقى خلاص كده احنا قدرنا نثبت ان هو سايكل كواد. نرجع نرسمها ونحلها. طيب دلوقتي هبتدي اكتب البروف. اول حاجه هنقول له سنس ان البي دي عندي ده هو التانجنت، قال ان هي بارلل مع الاكس واي على طول، يبقى نستفيد منها بالالترنيت انجل، يبقى ذا ميجر بي بي اي ايكوال ميجر بي اكس واي. تمام، اللي هي ميجر انجل 1 قلنا ايكوال ميجر انجل 3. ماذا
خلاص يبقى احنا كده هنتكلم على الالترنيت انجل. الترنيت انجل تمام؟ وهنقول له سنس ان انجل دي بي اي از تنجنسي انجل. انجل يبقى ذن ميجر انجل اللي هي دي بي اي ايكوال مع ميجر انجل A C B تمام، عشان هما الاثنين سبتندد باي الارك ال A B، ده نمبر 2 وده نمبر 1. يعني هنا اثبتنا ان ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2. طيب هقول له فروم 1 و 2 يبقى then major angle B X، يبقى then major B X Y equal major angle A C B تمام، ودي exterior angle. خلاص احنا قلنا كده ان exterior angle اللي هي ميجر انجل بي اكس واي ايكوال ميجر اي سي بي، exterior angle ايكوال تو ذا interior angle opposite to its adjacent. يبقى then خلاص الفكره اللي قدامي ده اكس واي سي اي cyclic coil، وده يكون cyclic coil. خلاص احنا كده اثبتنا ان ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 3 الترنيت تمام، وميجر انجل 3 ايكوال ميجر انجل 2، علشان هتبقى ميجر انجل 3 ايكوال ميجر انجل 2 ودي اكستيريور انجل، وميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2 تانجنسي انجل. وكده نكون خلاص وصلنا اللي هو عايزه، وكده نكون نهينا مراجعه الجيومتري، واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.